كان سابقا في العام في عام 1970 البدو لما يسكنون في اي مكان لما ينتقلوا ما عاد ياخذون الادوات خلاص يرموها، ما هو كما العكس الان في الوقت الحاضر. فاستفدت منهم فائده كامله، فكنت اجمع هذه الادوات كلها في المدرسه، وبعد شهر شهرين او الاجازه الصيفيه ننزلها هذه الادوات ونجمعها في احور في مكان واحد. فاستفدت فائده من مدارس البدو الرحل، وهي اللي شجعتني على إنشاء هذا المتحف. وكان المتحف هذا وعاد من صغري وأنا مصمم على أساس أن يعمل هذا المتحف، حتى لأنه فيه مشاكل وفيه صعوبات، ولكن الحمد لله سهل هذا المتحف وجمعته من عام 1970. أكثرها اشترتها من الشيوخ، اشترتها من الناس اللي لهم كلمة، فهذا اللي ساعدني على أني أنشي هذا المتحف. والمتحف هذا كان له دور كبير لما كان الخط الدولي مفتوح، كان يجونا أصحاب عمان، يجونا أصحاب دبي، أصحاب السعودية، كان خط رسمي كان في اللي هي أحور، لكن مع التغلبات الأخيرة تغيير الأوقات وقف المتحف نهائيا. في بداية 2018 بدأتها كفكرة في داخل المزرعة حقي، خصصت هذا القسم للتراث وبدأتها اشتغل سكاتي وكهواية للتراث. اقتبست من يعني من أخواننا في الأردن في جامعة الأردن طريقة العرض اللي وافقت معي، وبدأت أعرض بنفس النمط اللي جامعة للجامعة الأردنية فيما يتعلق بالزي الحضرمي وعلى على المجسمات هذه، وكان عمل ناجح. وطالب في عدن، أتمنى أن تكون عمان مثل عدن. معك من الناس، وبحكم أنه محل لي محل الناس يبون كثير، يعني يبون أشياء كثيرة من مناطق ثانية غير المنطقة، من مناطق مثل من السوم، من يعني من عدة المناطق التابعة لمديرية ترير. طريقة التجميع أكثر من 4 سنوات، من قبل من أول من عنا في المدارس كل ما حصلت حاجة جمعتها. الناس راحوا لهم فكرهم في
أشياء خاصة، وأنا رحت أفكر في تراث حضرموت. اللي خلاني ادخل في المتحف واجمع المتحف وتحمل متاعبه هي هوايه من الصغر. كنت من الصغر احب هذه البنادق، احب هذه المدافع، احب هذه الحاجات الاصداف البحريه. فكان من صغري حتى في غرفتي الخاصه كنت اعمل هذه الحاجات في البيت. فتطورت بعد ما خرجت مدرس في عام 2000 في عام 1970 لما خرجت مدرس للبدو الرحل، حصلت هذه الحاجات ورخيصة كانت. فكان الناس ذيك الأيام ما تهتم بالسلاح، ما تهتم بالآثار القديمة، فكنت أجمعها واستفدت منها اللي هي الآن أمامك، هذه كلها موجودة. طبعاً نحن لدينا مؤسسة اللي هي مؤسسة آثار لحفظ التراث الحضرمي. وبدأت أنا لما أحسست أن التراث يعني ينقرض والتراث يعني يهرب ويشترى في أسواق داخل سيون، سوق الربوع وسوق الثلوث وسوق الاثنين، والمواطن في الظروف المعيشية الصعبة هذه أصبح من يعني عنده قطعة تراث صرح يبيعها بقليل من الثمن يعني، ولا يعرف قيمة التراث هذا. فبادرنا على احتواء هذه بقدر استطاعتنا، لأن في المدينة قد نقرض باقي الأرياف، حاولنا بقدر الإمكان نضع ثقلنا ونقنع الناس ونوجههم للصواب، وبقدر ما استطعنا جمعنا هذه الكميات الموجودة عندنا من التراث، وإن شاء الله يعني نحن في طريقنا أيضا للتوسعة والجمع بإذن الله. بديت في قصر المنصورة منذ كم سنوات مع محل نظارات طبية، حولت بعدين إلى ين مثل المحور، ورجعت ثاني مرة لما قصر المنصورة، وموجود اللائحة للآن. هذا كلام طبعا قبل حوالي 20-25 هكذا سنة. اشتغلت مع السواح فترة معينة، ويجمع تجميع القايم من بديت بالتيميع، بعدين فتحت المحل يعني بديت تيميع. الآن المتحف في البيت طبعاً للإيارات، في الإيارات للبيت، بعدين محله في محل عمل يعني محل العمل يعني نشتغل في الكعك والكيك يعني فرن والمتحف. المتحف ينقسم إلى 15 قسم، اللي هو أولاً قسم البنادق. البنادق اللي هي عددها الآن هي 13، اللي هي من عام 1950 قديمة. وبعدين المدافع، عندنا اثنين مدافع، واحد من عهد بريطانيا اللي هو عام 1930، والثاني من أيام الأتراك اللي هو 1910، موجودين بالتواريخ هذه. فهذه قسم البنادق وقسم المدافع. وبعدين قسم الجنابي. الجنابي هذه قديمة لها أكثر من 50 سنة 60 سنة، أخذناها من الشيوخ لأجل نعرف الشباب كيف كانوا يستخدمون الحاجات السابقة.
طيب الحاجة الثانية اللي هي الآثار. عندنا مثلا الأصداف البحرية، الأصداف البحرية كنا نجمعها من البحر ونحطها داخل المتحف، فكانت تجذب الزوار. عندنا مثال عدة الشاهي القديمة، الطباخة القديمة، أدوات الرحال القديمة اللي هي باليد، المطاحن السابقة، كل ما كان سابقا موجود عندنا في المتحف. مثلا عندنا الأتركة. عندنا الفوانيس، عندنا اللي كان قبل الفانوس اللي هي المسرقة. المسرقة هذه تعمل من الحجر ويعملوا فيها زي الدهن، يعملوا فيها زي الذبالة، احنا نقولها ذبالة بلغتنا، ويعملوا فيها بعدين بالمسرقة وتنير طول اليوم. كان أول ما في لا كهرباء لا أتركة لا فوانيس ولا حاجة، فكانت الناس حالتهم صح أنها متعبة لكنهم مرتاحين بها، لكن الآن كثرة التطور وتعبوا به. مثلاً أدوات الزراعة القديمة، أدوات الحراثة القديمة موجودة عندنا، أدوات الحراثة القديمة موجودة، أو أدوات الحطابة القديمة موجودة، أو أدوات النجارة القديمة موجودة، أدوات الصيادين كلها موجودة، بس مع ضيق المكان ما نقدر نبرزها إلا إذا كان مكان أكبر من هذا، ولا كلها متوفرة. حقيقة سعدنا بهذه الزيارة، وإن كانت زيارة سريعة ولكن فعلا أخذنا منها انطباع كبير عن تاريخ والتراث الحضرمي القديم. أعتقد أنا حسب ما شفت أنه مختلف من جميع مناطق الحضرموت. نوعا ما هذا الموقع اختصر لنا بعض الأشياء، وإن كان هناك في نوع شيء من النقص أو أنه نقول كدعم، يحتاج أيضا إلى دعم وإلى تطوير وإلى توسعة قليلا ما، لأنه تاريخ حضرموت لا يكفي مثل هذه القرية أو هذه المتاحف الصغيرة، وإنما يحتاج إلى أشياء كثيرة. وهناك أيضا مخزون كبير حضاري وتاريخي في هذه المنطقة يحتاج إلى أماكن أو توسع أكبر من هذا المكان. ولكن القائمين على هذا المكان جزاهم الله خير، حقيقة عرفونا بأشياء مهمة وقد تكون هي يعني شاملة نوعا ما.
الزوار بلغ عندنا خلال العام 2019 عدد الزوار 7180 زائر في ظرف البلد تمر بظرف لا يحسد عليه، ولكن التراث أرغم الناس على أساس أنه يجوا لهذا المكان ويشاهدوه. بلا شك مثل هذه الأشياء لابد، لأنه السائح لما يأتي إلى أي بلد أو أي منطقة أول ما يتبادر إلى ذهنه أو يريد يشوف تراث هذه المنطقة، آثارها، الأشياء القديمة فيها، أيضا عادات أهل البلد، تقاليدهم، لابد أيضا، لأنه السائح يعني هو في غنى عن المناظر وعن البيوتات وعن العمارات وهذه الأشياء كلها موجودة لديه، لكن ثقافة المواطن البلد التي بيزور فيها بيشوف المواطن ثقافته عاداته تقاليده هي أهم شيء السائح يقصدها. فعندما يكون مثل هذه الأماكن متواجدة وبكثرة وبإثراء أكثر فالسائح سوف يكون له أيضا قبول وزيارات أكثر ويشده مثل هذه الأماكن تشده طبعا. اللي على راس هذا اللي ضربوه برصاصة. طبعا الأقسام عندنا قسم حسب ما تشاهد الآن، قسم لأنواع الأسلحة، قسم أيضا لطريقة تحضير الطعام، طرق تقليدية لتحضير الطعام، أيضا قسم عندنا ل تربية الأطفال، كيف تربى الأطفال. العنبر هذه لها قصة كبيرة. في عام 1983 هذه ظهرت أيام الحزب الاشتراكي اليمني في أحور، هذا الحوت ظهر ووقعت عليه مشاكل من الصيادين ومع الدولة، فهم أخذوا العنبر، ولكن نحن كان نصيبنا في العظام. العنبر هذا له 53 عظم و53 فقرة، وهذه كلها موجودة معي في المتحف، وجبت منها جزء بس طرحتها في محل ثاني لما المحل ضيق هنا ما قدرنا نحطها في المتحف. عندنا قسم للملابس مختلف الاشكال وحجم بحسب تخصصات المناطق كلها، من كل منطقه في حضرموت نموذج خاص من الزي الشعبي.
الوعل هذا حصلته في شبوة. رحت زيارة لمدينة شبوة عند أحد الشخصيات هناك في رضوم، وكنا نتبادل معها الحديث حول الحاجات المهمة. قال أنا عندي وعل، قلت له أنا هذا الوعل بشتريه منك، وفعلا أخذته منه هو، وأخذته منه هو، وأخذت منه السيف عماني. هذا السيف العماني من عام 1950. أكثر شيء عندي أنا الآن اللي مفتخر بها اللي هي السيوف. السيوف تعتبر في سيف يقولوا حسب ما أخذته إنه من أيام سيدنا علي بن أبي طالب، سموه البتار، وهذا موجود اللي هو رقم 10 هنا موجود في هذا المحل. وسيف اللي أخذته من واحد من عماني أخذته، وسيوف أخرى اللي هي من أحد الصحابة أو ما بعد عز الصحابة هم من الدولة العثمانية، هذه مؤرخة عندنا وموجودة. والله الخطة لا زالت هي معلقة، والمتحف أنا أفكر فيه إن ما يعود إلى أحور أخذ له مكان كبير وأعمله بالزجاج وأعمل له مكان تصفية وأعمل له محل أحسن من هذا المحل، المحلات اللي موجودة الآن، لأن المتحف هو يعتبر حياتك الشخصية، فكل ما عرضت المتحف بالشيء الطيب الناس تفرح منه. والله عندي خطة، يعني الآن رفعنا دراسة للأخ الوكيل حفظ الله، خطة توسعية على أساس نحن بنزيد غرف العرض، لأن لدينا فكرة مثلا الآن بنقيم حق المعاصر وما المعاصر وأدوات البناك ما ضرب النورة، وهذه تحتاج منا إلى أيضا توسعة. أيضا من ناحية أمنية طلبنا تصوير القرية، وأيضا بنعمل فيها قسم للترفيه للأطفال الصغار، يعني ألعاب أطفال، بنعمل بوفية، بنعمل 4-6 غرف للناس الأجانب اللي بيجوا برا ممكن يستقروا في المكان هذا. إضافة إلى ذلك نحن الآن شغالين في الطريق، الخط اللي يربط القرية التراثية بالخط العام، وأيضاً الوكيل وجه على أساس أنه تربط القرية التراثية بالخط العام، وإن شاء الله بتزفت الطريق وبيكون الزائر يعني مروره يعني أسهل. فعلنا التراث الحضري بشكله في هذه المنطقة، وإن شاء الله نحن نواصل مشوارنا في خطتنا السابقة أن نوسع هذا المكان، ونحظى بدعم كبير إن شاء الله من قبل الدولة. وأيضا زيارة وزير الثقافة إلى عندنا للقرية التراثية أيضا أعطانا دافع كبير، يعني وزير يجي لهذا المكان الريفي، يعني أنا صراحة يعني ارتحت لهذه الزيارة، وأتمنى من الأخ المحافظ وأتمنى من الأخوة الوكلاء اللي ما زاروا عدم أن يزوروا هذا المكان، أتمنى من رئيس الوزراء بل حتى رئيس الجمهورية لا مانع أن يزورنا في هذا المكان، لأن هذا ليس ملك لي، هذا ملك لحضرموت بشكل عام. وأيضاً أبنائنا المغتربين، كل شخص شاهدنا الآن، كل واحد غيور على بلاده وعلى حضرموت ينظر إلى ماضي أهله موجود أمامي خلف في الصورة. أنا بذل جهد وأناشد الجميع أن يساعدونا وأن يمدونا يد العون، لأن هذا بجهود شخصية، بجهود شخصية حب لحضرموت، وهذا يعتبرها مساهمة مني لحضرموت وخدمة قدمتها.